كان اجواء خاصه هنا في بيروت النادي الاهلي والنجم اللبناني في دور ال 32. ان شاء الله تكون مباراه موفقه بالنسبه للنادي الاهلي. النادي الاهلي يمكن كان تعادل سلبي في مباراه في القاهره، لكن ان شاء الله التعادل الايجابي او الفوز باذن الله يأهل النادي الاهلي الى الدور القادم. بيسعدني بنضم لي في هذه اللحظات واحد من نجوم النادي الاهلي كابتن محمد شريف، برحب بيك في البدايه وان شاء الله تكونوا موفقين في المباراه. حطينا في الاجواء الاستعداد ازاي، مستر باترس بيتكلم ازاي معاكم، كابتن يوسف حطينا في الاجواء محمد كده بالنسبه للمباراه. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا طبعا بنحاول نعوض ماتش الذهاب علشان كانت النتيجه مش مرضيه لينا وللجماهير، فاحنا طبعا كل اللعيبه مستعده للماتش ده، بطوله مهمه احنا بنلعب على كل البطولات اللي بنخشها، فان شاء الله بكره نحاول نكسب اي مكسب، المهم نصعد باذن الله. قول لي بتشوف التلاحم المباراه ازاي من البطوله الافريقيه للبطوله العربيه، ضغط كبير جدا على لعيبه النادي الاهلي، احنا متعودين لكن اكيد بيبقى ليه تاثير عليكم يا محمد. اكيد طبعا، بس الحمد لله اللعيبه كلها باذن الله جاهزه، اللي يلعب بكره ان شاء الله يبقى على قد المسؤوليه باذن الله، فاحنا طبعا احنا عارفين ضغط مباراه كثيره، فالحمد لله اللعيبه كلها جاهزه ومستعدين لاي مباراه ان شاء الله. قول لي الملعب النهارده يمكن انتوا اتمرنتوا عليه، الملعب الرئيسي اللي هيتلعب عليه المباراه، دوستوا عليه، هل النجيله عاليه، هل في اي مطبات، هل الملعب ممكن يعوقنا بالنسبه للمباراه، ولا بتشوف الملعب ازاي؟ لا هو الملعب صعب، هو الملعب نجيلته تقيله فعلا، بس عادي يعني الحمد لله احنا متعودين على كده، بنلعب في افريقيا في ملاعب اوحش من كده، فالحمد لله يعني ما نقدر نلعب عليه، ما فيش مشكله يعني. الاشياء المميزه ان هيبقى فيه حضور جمهور النجم اللبناني وايضا كمان الجاليه المصريه، وجمهور النجم اللبناني بيعشق النادي الاهلي، بتشوف الحضور الجماهيري ده وحب الشعب اللبناني للنادي الاهلي ده ازاي؟ لا احنا ما يعني مش هنركز في الحاجات دي، احنا هنركز في الماتش، الماتش عندنا اهم، جماهير تيجي جماهير ما تجيش، احنا اهم حاجه نكسب ونصعد باذن الله، ده اهم حاجه بالنسبه لنا ان شاء الله. اخيرا تمنياتك ايه بالنسبه للمباراه، بتتمنى تحققوا ايه، وحابب تقول ايه لكل اللعيبه كمان زمايلك اللعيبه الكبيره اللعيبه الصغيره، حابب تقول لهم يا محمد؟ والله ما سمعتش من السؤال الاخير. قول لي حابب تقولي للعيبه قبل المباراه، اللعيبه الكبيره بتتكلم معاكوا ازاي، وبتشوف الجيم بكره ازاي؟ لا اكيد اللعيبه الكبار يعني بيفيدونا في الفريق، احنا كلعيبه صغيره بنستفاد منهم كتير، فبينقلوا لنا الخبرات اللي على السنين اللي فاتت، وبينقلوا لنا حب الفريق وحب الكيان، فاحنا ان شاء الله بكره باذن الله نحاول نكسب ونصعد ان شاء الله. حبيبي شكرا. كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن محمد شريف، واحد من نجوم النادي الاهلي، واكيد هنكون مستمرين معاكم كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، ولقاءات خاصه هنا من بيروت كواليس مباراه النادي الاهلي والنجمه اللبناني.